فاش كنتكلموا على الثقه يعني خلق وسائل التواصل دائمه مع الشباب. ديجا تكلمت على جواز الشباب اللي عنده واحد الدور لانه كيقدم الخدمات ديال المجموعه ديال القطاعات الحكوميه موجهه للشباب. درنا تجربه اولى اليوم غنعموها على الصعيد الوطني في اواخر هذه السنه ان شاء الله. تجربه اولى اللي كانت في الجهه واللي كان خيرات ديال اكثر من 100,000 شاب وشابه بواحد يعني اقبال ديال اكثر من 80 حتى 85% ديال الشباب اللي انخرطوا في هذه العمليه اللي ما فيهاش غير الانشطه الثقافيه او الرياضيه. حتى الاشكاليات اللي كيعانيوا منها اليوم يعني المشاكل ديال التاهيل باش يلقاو او يقدروا يستغلوا الفرص الشغل اللي كاينه في السوق في بعض الاقاليم وفي بعض الجهات. وهذا هو التحدي اليوم. فاش كنتكلموا على الحلم المغربي باش ما يبقاوش امنوا بالحلم الاوروبي. الحلم المغربي كنبنيوه على نجاحات اللي كتكون على الصعيد الوطني باش كيشوفوا بان واحد شاب اخر بحاله داز من المسار ديالو قدر يحقق داك الاهداف ديالو. هادشي علاش درنا جائزه الشباب اللي غتكون اول اللي غنظموا اول مره هذه السنه. ومره اخرى بغينا نبينوا ان الشباب عندهم قدرات ينجحوا في المجالات ديالهم، تكون ثقافيه في المقاولات في يعني جميع المجالات اللي فتحناها. علاش كان علاش 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 هذه النقط هي صغيره ولكن مهمه، لان الا ما حلمناش ما يمكنناش نوصلوا الاهداف ديالنا. كنعطي النموذج دائما ديال المنتخب الوطني. الجيل ديالنا ما عاش ان المنتخب يقدر يوصل النهائي او النصف النهائي، يلاه حنا كنا كنشوفوا الفرق الدول الاخرى اللي كتقدر تمشي. الجيل اللي طالع مابقاش المنتخب الى لعب خصو يوصل مينيموم دابا الدومي فينال. حنا هذا الحلم ما بغيناش يبقى فقط في كره القدم، بغينا يولي كذلك المجال الاجتماعي المجال الاقتصادي. يعني نستغنوا هذه الفرصه بان ممكن اليوم نمشي نكونوا يعني نقارنوا راسنا مع الدول العظمى اللي نجحت في هذه المجالات، ماشي فقط كره القدم ولكن في المجالات الاخرى. وهذا هو التحدي، وهذا الشيء كنا كنقولوا فاش كنا في المعارضه لمده 10 سنين ونحاول تفعيله اليوم. وها حنا بدينا التفعيل ديالو، وديك الشيء علاش هذا اللقاء مهم جدا، لان نحن في الحكومه باسم واحد الحزب، لان تقوا فينا واحد المناضلات والمناضلين، لان تقوا فينا واحد المواطنات والمواطنين. هذه الفكره هذه السياسه العموميه اليوم كنقدموها كذلك للشباب باش غدا فاش غيمشيو يتكلموا مع المغاربه مع الشباب اللي قدهم باللغه ديالهم غيمشيو يتكلموا معاهم بوجههم احمر، لانها ما قدمناه ما نجحنا. واش نجحنا في كل شيء؟ لا، مازال المسار طويل، اشكاليات كبرى اليوم. الى مازال كنشوفوا ما رايناه هذا الاسبوع، لان ما كانش هناك رؤيه موجهه للشباب هاد 10 سنين تقريبا. ولا لاحظتنا فاش كنا كنصنتوا لبعض الشباب كيقول لك انا من الكوفيد ما خدمتش، يعني ما كانش هناك واحد سياسه تواكب الاشكاليات او الازمات اللي عشناها. ولو ان الاثر المعاصر فاش كان في المعارضه انذاك مشينا ودعمنا الحكومه، اعتبرنا بان هذه الازمه الكوفيد ازمه زعما الله يحفظ ما منياش بحكومه، هذه ازمه دوليه ودعمنا حنا عندك الحكومه باش تلقى حلول. اليوم فاش حملنا المسؤوليه والشعب ثق فينا غنفعلوا مجموعه ديال السياسات العموميه اللي كنا انا ذاك كنقترحوها على المغاربه.